حقق المنتخب المغربي ما لم يسبق للعرب تحقيقه، وتمكنوا من الوصول إلى الحلم الذي اعتقد الجميع أنه مستحيلاً، وكان العالم شاهداً على وصولهم إلى قمة المجد في حدث استثنائي وغير مسبوق. لكنهم ضلوا الطريق بشكل مفاجئ وفشلوا في استغلال النجاح الكبير بعدما عادوا خطوات للخلف. وبالطبع لم يتوقع أحد الهجرة الجماعية لنجوم أسود الأطلس، خاصة بعد الإنجاز التاريخي في مونديال قطر 2022. فما هو سر هذه الهجرة؟ ولماذا لم ينتقل نجوم جيل الذهبي للمغرب إلى كبرى الأندية الأوروبية؟ حقق المنتخب المغربي المستحيل في كأس العالم قطر 2022 بعدما حصد المركز الرابع كأول منتخب عربي وإفريقي يحقق ذلك الإنجاز التاريخي. ولا شك أن وصول المنتخب المغربي إلى نصف نهائي المونديال كان بفضل امتلاكه لمجموعة متميزة من اللاعبين المحترفين في أبرز الأندية الأوروبية. لكن بعد انتهاء المونديال فوجئ الكثيرون بالرحيل الجماعي لنجوم أسود الأطلس من القارة الأوروبية للانتقال إلى أندية عربية، أو مغادرتهم أندية الصف الأول في أوروبا، وهو بالطبع ما لم يتوقعه أحد. البداية كانت بالرحيل المفاجئ للجناح المغربي سفيان بوفال عن القارة الأوروبية بعدما قرر الانتقال من أنجيه الفرنسي إلى الريان القطري خلال الساعات الأخيرة من فترة الانتقالات الشتوية الماضية. بوفال صاحب السرعة العالية والمهارة الفائقة والذكاء الحاد، تمكن من خطف الأضواء مع المنتخب المغربي في مونديال قطر، واعتبره الكثيرون اللاعب الأهم في الخط الهجومي للمنتخب المغربي. سفيان بوفال الذي حصل على جائزة أفضل مراوغ في الدوري الإسباني موسم 2018-2019 مع فريق سيلتا فيغو كان ضمن اهتمامات العديد من الأندية الإيطالية والفرنسية، إلا أن الراتب المتواضع الذي كان يحصل عليه مع فريقه السابق أنجيه الفرنسي والمقدر ب 150 ألف يورو شهرياً دفع بوفال إلى مغادرة القارة الأوروبية والاتجاه إلى الخليج، حيث تلقى عروضاً سعودية، لكنه في النهاية اختار الانضمام للدوري القطري من بوابة الريان. وأيضاً رومان سايس قائد المنتخب المغربي قرر أن يسير على نفس خطى زميله سفيان بوفال، حيث قرر مغادرة نادي بشكتاش التركي والانتقال إلى السد القطري خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، رغم اهتمام أندية ليل ومرسيليا وفالنسيا بالتعاقد معه عقب تألقه مع أسود الأطلس في مونديال قطر. ولم يختلف حال جواد اليميق عن زميله في خط الدفاع رومان سايس، فقد سار أيضاً على نفس الطريق برحيله عن فريق بلد الوليد الإسباني من أجل الانتقال إلى فريق الوحدة السعودية. لكن لم يكن جواد اليميق هو اللاعب المغربي الوحيد الذي انضم إلى الدوري السعودي خلال فترة الميركاتو الصيفية، فقد تبعه الحارس ياسين بونو والذي كان قد ارتبط بأندية بايرن ميونخ وريال مدريد، إلا أنه اتخذ خطوة مفاجئة بعدما وافق على الانتقال إلى فريق الهلال السعودي. أما جناح الطائر حكيم زياش فلم يتمكن من استغلال تألقه في مونديال قطر، وتراجع خطوة للخلف في مسيرته الاحترافية، وذلك عقب رحيله عن تشيلسي الإنجليزي وانضمامه إلى فريق غلاتاسراي التركي بعدما كان قريباً للغاية من النصر السعودي. وثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن نجوم الجيل الذهبي للمنتخب المغربي اختاروا البحث عن الأموال في هذا التوقيت من مسيرتهم الاحترافية بدلاً من الانتقال إلى صفوة أندية العالم.